ما يسمى بصلة الرحم وصلة القرابة والتجمع العائلي أقل، أصبح ضعيفا جدا. أولا لاعتبارات معينة، أولا بعد السكن، أن مابقاش الاشتغال ديال كل أسرة عندها أبناء، ولكن أبناء تيقلب على مجال ديال العمل خارج مكان السكن. إذا هو ساكن في الدار البيضاء ممكن يلقاه في فاس، يمكن يلقاه في هذاك المكان، هو تيمشي على ومي تيمشي في هذا في هذا الإطار انتقال إلى سكن آخر، طبعا يصعب عليه التجمع مع العائلة. إذا التجمع العائلي لا يكون إلا في مناسبات معينة، إما الفرح وإما المأتم. إذا من تكون عرس ولا فرح ولا تمشي ولا كان موت ولا شي حاجة تنجتمعوا. خارج هذه الأوقات يصعب، هناك يصعب التجمع، التجمع نظرا أولا لبعد المجال الجغرافي. ثانيا مصاريف، ثانيا هناك وسائل أخرى عوضت هذا الاتصال، يعني سميه هي وسائل الاتصال، التليفون والواتساب. واتساب راه ممكن تشعل وتتكلم مع البعيد عنك وكأنك جالس معه في نفس المنزل. إذا هذه كلها خفت من ديك حدة ضرورة التجمع العائلي في مناسبات معينة. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.